어서오세요. التغيير الفني اللي صار في منتخبنا مردود عليهم سلبي. حاجة أقول له يا أخي تارك كان حازم. تسمحوا لي بهذا. كان حازم حازم. أول كان كنا وإحنا صغار ندور نروح للنادي، إحنا اللي ودنا ندفع فلوس في نادي كبير. أنا في رأيي الشخصي أنه لا تكن لينا فتعصر ولا تكن قاسيا فتفسر. لكن تعلمت أشياء ما تعلمتها في حياتي مع كارلوس ألبرتو. حتى اللاعب الآن لو في لاعب ممتاز الآن تقول اللاعب اللي قبله قدم أكثر. نعم تصفيات ما كان معنا، ما كان موجود في التصفيات. أيوه. اللاعب يتحرر مثلا من تكتيك معين من فلسفة مدرب